بستفيد قوي، لكن ما اقدرش اوعدك بحاجه وما نفذهاش، ما اقدرش. ما تروح لنسيبك عبد القوي، انا بشوفه عند عزيز ابو العز كتير اليومين دول. عبد القوي للاسف قال لي نفس الكلام. عجيبه، ده داخل في زوارق عزيز ابو العز، مال صاحبك ونسيبك ازاي؟ اتنين وتلاته عليك يا نوسه، يعني خمسه في عين العادو. برنسيسه خربوش، انا عايزاك في موضوع مهم. انت تأمريني رهبتي. عايزاك ترجع تجمع الفرقه من تاني، انا مش عايزه حد فيهم يضيع. فرقه لازمتهم ايه بس؟ وماله هم موجودين مرمين على القهوه. خلي الناس تاكل عيش يا خربوش، كفايه قوي عليهم الوقت اللي ضاع من غير شغل. اصيله يا نوسه، اصيله وكلك انسانيه. اه والله، بس خربوش مفيش اي انسانيه لخربوش. خربيشه ما تتغيرش ابدا، ربنا يخليك لينا. استهالي دي فلوس ليك والجمالات متحرمش وللفرقه، لازمته الظرف بس. اصرفهم دلوقتي لغايه ما نرجع نتجمع من تاني. ما سمعتش ردك على طلبي. كان نفسي احقق لك الطلب ده، لكن انت جيت متاخر. جيت متاخر؟ يعني ايه جيت متاخر؟ يعني انا خلاص بقيت واحده مرتبطه. اتجوزتيه؟ كنت شواثق اقعد معاك. الله، ليه الهجان؟ مش فاهم حاجه. الحكايه ان هو طلبني للجواز قبلك، وانا قلت له هفكر. حلو قوي، وانت فكرتي؟ ورفضتي وقبلت طلب انا. البساطة دي؟ ثم ده كمان صاحبك، يعني لازم تتمنى له السعادة. اللي ياخدك مني اتمنى له الموت. يا سيدي، ما كنتش عارفاك صعب قوي كده. بقول لك ده صاحبك وكمان نسيبك. انا عارف كل حاجة. وبعدين ده راجل رقيق قوي وبيحبك. ما هو لازم يحبني. انت ما تعرفيش افضلي عليه قد ايه. المهم انت قلت ايه؟ قلت ايه في ايه؟ انا اللي عندي قلتهولك. طيب عشان خاطرك يا ريت تفكري كويس. طب ايه رايك ان انت بقى تفكر؟ افكر في ايه تاني؟ انا فكرت وخلاص. تفكر مثلا ان انت راجل متجوز ولا انت ناسي؟ مراتي مش هتعرف حاجه. الحاجات دي ما تستخباش. ها؟ انا هتجوزك في السر. اها في السر. طب ايه رايك بقى ان حسين جه طلبني للجواز والناس كلها تعرف؟ اختار مين انا في الحاله دي؟ عارفه الفلوس دي نعمل بيها يا جمالات ايه يا حبيب اختك؟ نشتري اسد. يا ابن المجنونه، اسد مره واحده هنلاقي بيه ايه؟ جرالك يا جمالات، هنعمل بيه نمره. احلى نمره، نمره ملهاش حل. نمره؟ ده انت اللي نمره. خلاص المدعو اللي بتشربه لحس دماغك. انا موافق، جيبه يكشيات لك عشان يخلصنا منه. يا شيخ افنى النور فالك، تف من بقك. اه تكونيش فاكره ان انا اللي هلعب النمره دي يا جمالات. امال مين اللي هيلعبها يا فالح؟ هجيب لك مدرب ما جابتوش ولاده، ساعتها السيرك يشتغل والفلوس تيق بياما يا جمالات. والاسد ده بكام ان شاء الله؟ 10,000 جنيه. 10,000 جنيه؟ 10,000 عفريت لما يبقوا ينططوه، ليه بيتكلم بيقول بابا وماما؟ مش كفايه الفلوس اللي سبتها مني وما شفتش من وراها مليم احمر؟ جمدي قلبك، الشغل ما يخوفش. انت عارفه النمره دي هتجيب لنا فلوس قد ايه يا جمالات؟ بقول لك ايه؟ انت ضيع القرشين اللي خدتهم من نوسه، هات دول، دول بدل اللي انت خدتهم مني. جرالك يا جمالات؟ قسم يا جمالات قسم، هاتي. طب اوعى طيب بالنص. الله، بس انت عايز الحق. البت نوسه دي طلعت بت ماجده. اه والله بت ماجده صحيح، ولا ب 100 راجل. البت راجعه بشواتي اخر التظبيط، ولسه هتظبطنا يا جمالات. يا فالح، ولو القرشين راحوا نعمل ايه بقى ان شاء الله؟ بطل انت بس زنة يا جمالات، ارحميني شويه. هجيب الاسد، يعني هجيب الاسد وهرجع السيرك يشتغل وهنرجع ننور زي زمان. يا ترى مين؟
ده برايفت نمبر. الو سامح يا هانم. ايوه انا عايز اقول لحضرتك ان جوزك عبد القوي بيه ماشي مع واحده حلوه قوي اسمها ملك. لا هو شكله ناوي يتجوزها، اصلها حلوه قوي وغنيه قوي قوي قوي. الو الو مين انت؟ الو